طيب دي كانت الصحافة، واقفة مع الصحافة بنحرص عليها في برنامج الخلاصة، زي ما بنحرص برضو على استعراض نماذج كتير حلوة، نماذج مصرية بتشرفنا في كل مكان جوه مصر وبره مصر. بلدنا دايما بقول بلدنا ولادة، وعندنا ناس تشرف أي حتة وتشرف أي بلد، ولما بيسافروا بره الناس بتبقى مندهشة من كفاءتهم وعلمهم، ومندهشة من نجاحهم وقدرتهم ان هم يتحدوا أي صعاب أو أي معوقات ويعملوا إنجازات الناس كلها تتكلم عنها. واحد من النماذج دي أو الشخصيات دي هو الدكتور أحمد التلاوي. دكتور أحمد التلاوي له قصة مهمة، هو رئيس قسم الكهرباء في جامعة نيويورك، وله بقى قصة ومسيرة وتحديات كتير تغلب عليها. خلونا نسمع منه هو ونشوف إزاي اتحرك من محطة قطر القاهرة المنيا وصل لمحطة مترو نيويورك. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا أستاذة هبة، وأهلا بالمشاهدين المحو. الأول احكي لنا حكايتك بقى كلها، نفهم أنت إزاي انتقلت من المنيا للقاهرة ثم إلى نيويورك، ودلوقتي أنت موجود في تخصص دقيق جدا وهو محطات الكهرباء، وبتعمل شغل يعني أقدر أقول كده بثقة أنه قليلين اللي بيقدروا يعملوه حتى في أمريكا. ربنا يخليكي. بدايتي كانت في المنيا، ابتدائي واعدادي وثانوي. من صغري يعني بحب الهندسة عامة، مهتم ازاي الحاجات بتشتغل واذا كان في طريقة احسن تشتغل بيها. بعد كده دخلت هندسة المنيا، خلصت البكالوريوس والماجستير 2006 و2009، وبعد كده سافرت فلوريدا انترناشونال يونيفرسيتي، جامعة فلوريدا الدولية 2009، حصلت على الدكتوراه وخلصت 2013. من 2013 اشتغلت بقى اسيستنت بروفيسور الاول في جامعه مدينه نيويورك، وبعد كده اسوشيت بروفيسور اللي هي استاذ مساعد، وان شاء الله شهر 8 الجاي اللي هي الفول بروفيسور اخر ترقيه. وزي ما حضرتك قلتي بشتغل في مجال شبكات القوى الكهربائيه الذكيه خاصه، فمشاريع بقى بعملها كتير مع شركات الكهرباء، مع هيئات حكوميه زي حكومه الولايه، حكومه مدينه نيويورك، حكومه ولايه نيويورك، هيئة البحث الوطني الأمريكية، وهكذا، كلها متعلقة بشبكات القوى الكهربائية الذكية، الطاقة المتجددة، برضو محطات القطارات الكهربائية والسيارات الكهربائية. وأنا برضو لنا فهمت دلوقتي أنك أنت مسؤول عن مشروع كفاءة الطاقة في مترو الأنفاق في ولاية نيويورك، صح كده؟ مظبوط. هو طبعا في مدينة نيويورك زيها زي مدن كتيرة عندنا أزمة في الكهرباء وفي الطاقة عامة، فمحطات المترو بتستهلك كهرباء عالية جدا. وأنا من بداية لما جيت مدينة نيويورك كنت بدور على فين ممكن أعمل مساهمة كبيرة يعني، فابتديت أبص وأركز في موضوع محطات المترو، لأن هو أكبر مترو نيويورك، أكبر مترو في العالم يعني. فابتديت الاقي انه في فرص ان هو ممكن كفاءه الطاقه بتاعته تزيد جدا لحد 30%. فاحنا عملنا دراسات كتيره وابحاث في الفريق بتاعي، وحكومه الولايه اهتمت جدا بالمشروع، ابتدت تدينا تمويل نركز نشوف اكتر نبحث اكتر، وبعد كده ابتدت بقى تدي تمويل لشركات كتيره تنفذ الافكار بتاعتنا، واحنا لسه يعني جزء من المشروع مع حكومة الولاية بنشرف على التنفيذ بتاعت المشاريع ديت من الشركات. وفي الآخر يعني بنحط في موقف ان احنا بنقول لحكومة الولاية يكملوا، ادوهم تمويل زيادة او لا، في حاجة المفروض تتظبط او تتصلح وهكذا. والمشروع ده هو الهدف منه رفع كفاءة الطاقة ولا توفير الطاقة؟ لانه يعني مش خافي عليك اكيد انه موضوع الطاقة في العالم كله دلوقتي بقت عملة نادرة وحاجة صعبة، يعني لازم فكرة الاقتصاد فيها وبقت غالية جدا، بالإضافة بقى لكل التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وإزاي نستخدم الطاقة أصلا. مظبوط، طبعا بتفق مع حضرتك 100%. هو الهدف منه الحاجتين، ترشيد يعني في الطاقة، وإن أنا أستهلك عامة طاقة أقل. هو زي ما حضرتك قلتي الفكرة كلها الاهتمام الكبير في حكومة مدينة نيويورك وحكومة ولاية نيويورك اللي هي مدينة نيويورك جزء منها، تقليل الانبعاثات الكربونيه. فطبعا التفكير الكبير ان انا اولد الطاقه بدل بوقود احفوري اولده بطاقه متجدده، بس هو مع الوقت ومع الدراسات ابتدينا نلاحظ ان هو طيب
ما احنا برضو نعمل طاقة متجددة، بس في نفس الوقت نرشد استهلاكنا. يعني لو عندي مترو مثلا بيستهلك طاقة سي اكس، لو انا قدرت اقلل الطاقة دي بنسبة كبيرة 30% مثلا، يبقى الطاقة اللي انا كنت احتاج اولدها، الكهرباء اللي كنت احتاج اولدها بالوقود الاحفوري اللي بتعمل الانبعاثات نفسها هتقل. فابتدينا نفكر في موضوع تقليل الانبعاثات من ناحيتين، من ناحية المصدر الطاقة نفسه، المحطات اللي أنا بولد فيها الكهرباء ماشي نبدلها بطاقة متجددة، بس في نفس الوقت أبص على الأحمال، لو قدرت أخلي الناس تستهلك كهرباء أقل أو المرافق تستهلك كهرباء أقل، فبرضه بوصل لنفس الهدف.